كنت بتكلم عليه وهو سؤال مهم جدا. كل الناس بتتكلم على ماتش البطوله الافريقيه بتاع الاهلي، بتاع قفشه، ده الجون بتاع قفشه. اوكي، كل الناس بتتكلم ان الماتش ده كان يغير سير خط سير الاهلي والزمالك، صح ولا غلط؟ حقيقه طبعا. ازاي؟ ان الزمالك لو كان كسب كنت هتلاقي استمراريه واستقرار وان فرقه الكوره تروح حته تانية، والجيل ده لو كان خسر من النادي الاهلي كان في لعيبه كتير هيتضحى بيها، كنت لسه لعيبه كتير من الاهلي؟ طبعا. فكنت على ما تبتدي تعمل فرقه جديده وتقعد تلم نفسك هتلاقي الامور يعني فرقت مع الزمالك، فدي كانت نقطه فرقه طبعا. كنت عارف كده ساعه الماتش؟ يعني انت بتتفرج عارف ان ده نقطه فارقه في الاثنين؟ زي ماتش بالظبط، فاكر ماتش الزمالك والاهلي في الامارات اللي كهربا ضيع فيه البينالتي اللي الزمالك كان كسبان وخسر، بتاع شريف اكرامي، نفس المباراه بالظبط. يعني ثلاث ارباع الجيل ده كان هيبطل، اللي هو الماتش بتاع الامارات. نفس الوضع بالظبط، كان يعني في ناس كتير يعني هتبقى خلاص بالنسبه لها الموضوع قفل مع النادي والجماهير. معظم الزملكاويه على خلاف مع كابتن سيد عبد الحفيظ. لا ليه؟ يعني الناس اللي بشوفها كده ممكن تكون اقليه. لا ممكن يعني قصد الجماهير ولا جماهير؟ جماهير طبيعي، لان يعني سيد مدير الكوره في النادي الاهلي، فهم طبيعي بيشجعوا نادي الزمالك فهيبقوا زعلانين. تدي له كام من 10 في شغلته؟ 10 من 10 طبعا. 10 من 10؟ طبعا ناجح جدا. افضل واحد دلوقتي في مصر سيد عبد الحفيظ؟ طبعا في الحته دي؟ طبعا بلا منازع يعني. مين ينافسه؟ او في نادي يعني مين؟ ما هي الفكره بتاعت مدير الكوره مش مطروحه في اي حته دلوقتي، مش موجوده يعني. كان موجود امير مرتضى في الزمالك، كان مشرف على الكوره، كانش مدير كوره يعني، كان ناجح برضو جدا، لكن سيد يعني بقى متمرس في دي قوي وخد الطريق بدري، فبقى عنده افضليه من الناس كلها. كلامه عليك كان كلام جيد يعني، مع ميدو كمساك كان موجود ضيف واتكلم عليك وقال ان انت يعني من الناس اللي هو شايفهم في الحته دي شخصيه وتقدر انت تهندل القصه دي. يعني كلام سيد عني الحقيقه انا مش مستغربه، لان احنا عشره عمر طويله قوي، وفي فتره من الفترات الكوره كانت بتبني علينا وهو في مصر. يعني هو كان النادي الاهلي بيتبني عليه وانا الزمالك بيتبني عليا، منتخب نفس الموضوع، فكنا دايما ماشيين مع بعض، نقعد مع بعض في كل حته، يعني شبه عايشين مع بعض. فسيد اخويا طبعا من زمان. الكلام اللي هو قاله انا طبعا بشكره عليه جدا جدا. انا في ناس الحقيقه كتير قالت لي الموضوع ده، يعني معظم الناس قالت لي ليه ما تاخدش الجانب الاداري بتاع مدير الكوره. يعني انا بفكر طبعا، لكن فكره ان انا اقدر اجمع بين ده، يعني انت ممكن مدير فني، انت ممكن تقوم بالدور بتاع مدير الكوره. صعب والله، ما صعب، انا شايف الامور مش صعبه، هي في الاخر موضوع قياده وموضوع شخصيه. انت عايز تقول انا الفنيات حياتي، انا بحب الفنيات وشايف ان انا يعني حاسس ان شاء الله ان ربنا هيكرمني فيها وهيبقى عندي دور في موضوع الكوره في مصر عموما.